من الحاجات اللي بتابعها شخصيا وبفرح جدا جدا لتنامي الفكرة سنة بعد سنة، حدث مهم جدا. مدينة الشيخ زايد بتستضيف حدث ثقافي ومعرض مهم يوم 12 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر، وهو معرض زايد للكتاب، واللي بيقام في دوراته الثامنة بمشاركة عربية ومصرية واسعة. المعرض اللي بيشارك فيه اتحاد الناشرين السوريين بالإضافة إلى اتحاد الناشرين العرب بيشهد تكريم لشخص الأديب العالمي الراحل الأستاذ نجيب محفوظ، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة من هيئة قصور الثقافة وندوات المشروع الوطني للقراءة. تفاصيل أكتر عن معرض زايد للكتاب هنتعرف عليها النهاردة من الأستاذ عادل المصري، المتحدث الإعلامي باسم المعرض، وهو الحقيقة معنا دلوقتي على التليفون. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. الحقيقة المعرض في دوراته الثامنة، يمكن أنا شخصيا بتابع هذا المعرض من 8 سنوات تقريبا. المعرض بشوفه كل سنة بيتطور بشكل غير مسبوق. كلمني عن آخر تطورات معرض زايد للكتاب السنة دي. الحقيقة زي ما حضرتك بتقولي كده، يا الفكرة اتولدت في المؤسسة زايد للدعوة العلمية، اللي أنا بتشرف إن أنا عميد صندوقها وعضو مجلس إدارتها والمسؤول على المعارض والمؤتمرات فيها. فكرة وليدة من 8 سنين إنه يعني زي مدينة زايد وزي منطقة محافظة الجيزة عموما ما فيهاش معرض كتاب، ومعرض الكتاب بتاعنا بتاع مصر المعرض الدولي طبعا كلنا بنحبه، بقى في تجمع بعيد عن جدا عن سكان زايد وأكتوبر والمناطق المحيطة بيه بالظبط. فكان كانت الفكره من هنا اللي دعمها المهندس عادل لطفي الاستاذ عمر عبد الفتاح رئيس مجلس الامناء وامين عام المؤسسه، وانا انه لازم نجيب معرض الكتاب هنا بصفتي ان انا ناشر يعني موجود في المؤسسه. فكانت البدايه كانت في معرض صغير اتعمل بعدد معين من الناشرين اللي اقتنعوا انهم يجوا سوق جديد ومعرض جديد، لكن الحمد لله الفكرة نجحت. سكان المدينة والمدن المجاورة لغاية الهرم والمهندسين أقبلوا على المعرض جدا، بقى عندنا قراء من كل محافظة الجيزة بيستنوا المعرض ده، أغرى ناشرين أكثر أنهم ينضموا إلينا. عامل معرض بإكبار الحمد لله، ووصلنا إن احنا السنة دي معانا تقريبا 95 ناشر، غير إنه في ناشرين منهم جايبين شغل ناشرين ثانيين معانا. لأول مرة يبقى عندنا شرف دولة بتعرض ثقافتها على سكان المدينة، واحنا معانا الجمهورية العربية السورية السنة دي ضيف الشرف. الجمهورية العربية السورية موجودة بعدد من الناشرين السوريين بكتبهم بإصداراتهم، وفعاليات ثقافية وحفلات وندوات، ومعالي السفير نفسه جاي يعمل ندوة عن العلاقات المصرية السورية، وعندنا فنانين سوريين منتقلين في مصر عملوا عروض فنية، عندنا 4 عروض فنية عشان نعرف سكان المدينة بالثقافة السورية، وحنحرص ان احنا كل سنة يبقى عندنا ضيف شرف دولة تعرف بثقافتها لسكان المدينة او سكان محافظة الجيزة عموما. بنحتفي بالاديب الكبير الراحل نجيب محفوظ، اصداراته كلها موجودة بخصم مميز من النشر بتاعه، واحنا عاملين ندوات بتغطي حياته، لانه شباب كتير من سكان المدينة الشابة اللي احنا موجودين فيها يمكن يسمعوا نجيب محفوظ ده، كان محدش فيهم يعرف ذاته وحياته بالظبط وكتاباته، وليه ده اللي خد نوبل، ويعني ده كل ده لازم يعني نسلط عليه الضوء. فعشان كده اخترنا الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ انه يبقى شخصيه المعرض السنه دي. كلمني عن الاقبال، يعني الحقيقه معرض القاهره الدولي للكتاب من المعارض اللي ليها تاريخ كبير، لكن معرض زايد بقاله 8 سنوات، لكن هل الإقبال من محافظة الجيزة والمدن المجاورة إقبال كبير بيتنامى سنة بعد سنة؟ والله فعلا إقبال كبير وبيتنامى سنة بعد سنة، وإحنا بنلمس ده من حرص الناشرين على إنهم يشاركوا معانا دايما. في ناشرين بقى لنا معانا 8 سنوات دلوقتي، يعني أكيد في 8 سنوات دول هو بيجي يبيع وبيكسب، وفي ناشرين جديدة دايما بتحاول إنها تشارك. في ناس احنا بنعمل احصائيات طول اليوم يعني، ففي معدلات عاليه جدا من الكثافه موجوده الحمد لله، والندوات والعروض الفنيه اللي بتتعمل للمسرح بالمليان تقريبا في كثير من الحفلات الفنيه اللي كلها مجانا،
فده يعني ده نوع ثاني من نشر الثقافة، يعني إن الناس تقرأ والناس تتفرج على مسرحيات. عندنا لو الهمم عاملين عرضين جدا، الناس بحبهم وبتابعهم كل سنة. ممتاز. الحقيقة فندم، الحقيقة اسمح لي يعني أنا بقدم التحية لحضرتك والمهندس عادل لطفي تحديدا، هذا الرجل يسعى دائما أن يجعل من مدينة زايد مدينة سعيدة، وما فيش أجمل من كده سعادة أنه يبقى متوفر لنا كل هذه الفعاليات المتنوعة في معرض واحد لمدة من 12 ل 24 أعتقد، بنتكلم في 12 يوم، 12 يوم تقريبا، كلها فعاليات وفعاليات مختلفة وزوار من كل مكان. الحقيقة أنتوا عملتوا مجهود كبير جدا، الحقيقة تستحقوا التحية عليه. بشكركم كل الشكر وأتمنى لكم مزيد من التوفيق، وإن شاء الله نزوركم بإذن الله بكاميرا البرنامج ونصور الفعاليات دي عشان أهالي الشيخ زايد ومحافظة الجيزة كلها يعرفوا مدى جمال هذا المعرض والجهد الحقيقي المبذول فيه. بشكرك يا فندم كل الشكر، تحية.